يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكري وما هم بسكري ولكن عذاب الله شديد من الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من توليه فأنه يضره ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب بعد فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في أرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفي ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها